طيب هنروح لخبر تاني خاص بالقضاء، حيث شارك الوفد القضائي المشكل من 300 قاضي وعضو نيابه من وزاره العدل واعضاء نادي القضاء بعد وصولهم الى مدينه شرم الشيخ ضمن مبادره القضاء او القضاه بشرم الشيخ، وده لدعم السياحه المصريه. وفور وصولهم مطار شرم الشيخ نظم وفد القضاء وقفة تضامنية في ساحة المطار بمشاركة وزير العدل المستشار أحمد الزند لدعم السياحة في مصر، والتأكيد أن مصر بلد الأمن والأمان وأن شرم الشيخ هي مدينة سياحية آمنة يمكن للسياح والمصريين التوجه لها والاستمتاع بها. زي ما بنقول ان يمكن كل المجالات عملوا مبادرات او راحوا الاعلاميين، راحوا رجال الاعمال، المستثمرين، القضاء هم يعني برضه والفنانين ايضا كله كمان. يعني دي حاجه حلوه علشان ندعم السياحه وننشط السياحه مره تانية في شرم الشيخ.